بالقانون مع المحامي أشرف الموسوي. صباح الخير. صباح النور إليك المشاهدين. اليوم بدنا نحكي عن النصوص القانونية التي ترعى حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. مثل ما بتعرف صارت حملة على تويتر استاذ كرميل العنف الأسري، والحملة تحت هاشتاج اسمها جريمة كانت واسعة، اشترك فيه عدد كتير كبير من المؤثرين والصحفيين والإعلاميين على التويتر، وحطوا كلمات والجمل اللي نقالت من الزوج المعنف ضد المرأة. وبنعرف كمان أنه صار كمان حادثة مش من يومين، كمان راح ضحيتها يعني. تفضل، لا لك الهوى. المسلسل طويل يعني، خليني بس استذكر الاسماء. خيرون رشا شعبان، زينة كنجو، سارة الامين، رنا بعينو، رولا يعقوب، منال تيماني، منال عاصي، يعني هؤلاء ضحايا القتل كلهم اغلبهم من النساء. ان شاء الله ما اكون نسيت حدا. فالقائمة كثير طويلة. نعم. القانون اللي بيرعى هذه الاحكام هو القانون 294 على 2014، والقانون اللي ذكرت اللي هو اللي بدنا نحكي عنه هو تعريف العنف الأسري، يعني هو اي فعل او امتناع عن فعل او التهديد بما يرتكبه احد اعضاء الاسره بالبيت، ويترتب عليه اما ايذاء جسدي او نفسي او اقتصادي او جنسي. هلا حقيقةً اغلب ضحايا العنف كنا عم نصيبه 99% من النساء، يعني بعد ما شفت رجل معلم طلع عنده كان جرأه كسر حاجز الصمت طلع حكى. من النساء ومن الاطفال عم نشوف كثير اطفال عم يعنفوا. أنا خلي بس أحكي عنها، بلشت أنا بالرجل المرأة، أكيد في أطباق. نعم. هلا هذا المعسكر أو المنظومة هاي الذكورية بينتمي إلى بعض الرجال، ما بدي أعمم كمان أحكي هلا كمان يبلش فينا، بعض الرجال حقيقة من مثل ما شفنا إنه بيقتل تحت عناوين مختلفة، تحت زرائع مختلفة، بيروح بيروح أول شيء أول ورقة طلب أو ورقة اتهامي بيروح على جريمة الشرف أو بيتهمها بالزنا أو بيتهمها بالتقصير أو بيتهمها بأي خلل بقلب. حقيقة هيدا كله عناوين بخليني اروح على محل ثاني كمان اقول انه اليوم على اغلب النساء المعنفات حقيقة اليوم في خط الساخن اللي هو مخصص للعنف الاسري، فلازم هلا اللي عم يسمعونا وفي كثير يعني في كثير نسوان اليوم قدموا كثير شكاوى بالمفارز القضائية، لانه اليوم في محامي عام استئناف مخصص للعنف الاسري هو اي 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 امرأة اليوم تعنف تروح على المفرز القضائي لانقطاع اختصاصها. يتوجب ان يكون هناك مجموعه اشراءات واصلاحات لتعزيز حقوق المراه وسلامتها، واصلاحات انا عم بقول هي اصلاحات النصوص القانونيه، يعني اليوم الماده 562 اللي بتعطيها عنصر الرجل للرجل هيدي كمان بدها تعديل. اليوم بدي اقول ودائما عم بقول انه اليوم انشاء محكمه خاصه اسريه تختص بالعنف الاسري بكل لبنان، بكل لبنان هاي المحكمه هي بس تختص بالعنف الاسري. بدنا نعتبر انه اي رجال اليوم بينطلب على المنافسه القضائيه اذا كان تعنيف سواء كان في تقرير طبيب او ما في، اليوم مفترض يكون في توقيف حازم لاي رجال بده يتعرض لزوجته بالضرب، بنعمل له حزمه اجراءات ماليه، بنروح على قاضي العجل بنعمل له قرار حمايه بنمنعه من دخول البيت 48 ساعه، بنرجع بنجدد له اياهم كمان 48 ساعه ثانيين، مش معيب اذا كمان الرجل راح عمل خاضع لدوره تاهيل او تدريب، بنزيد منسوب الوعي عنده بموضوع العنف الاسري. خليني اخسر بعض الرجال حتى ما اكون كثير عم عمم استاذ كنت قبل مره سالتك اذا نحن عندنا بالقانون جريمه شرف، وما بعرف في حدا كتب لي على تويتر انه ما بعرف قدمه بمجلس النواب انه تنشال هالقصه، انشالت ما انشالت ما فهمنا. هلا انا المره الماضيه كريم ما كثير استحضرت هذا الموضوع، مش قربت معك لانه ما كان بدي قاتل زي ما كان جو يقعد يستغل هيدا، بس بدي اقول اليوم الماده 562 من قانون العقوبات بتقول يستفيد من العذر المخفف ما مفاجئ زوجها واحد اصوله او فروعه في جرم الزنا المشهود او في حاله الجماع غير المشروع فاقدم على ايذائه او على خليني اقول شرف، ما في شيء هو مصطلح شعبي اسمه جريمه شرف، ولكن هي الماده 562 كثير من النواب من 2013 14 15 عم يطالبوا اما بالغاء او بتعديل، بعدها موجوده اصلا بالنص. حقيقه ما في شيء اسمه تنطبق على الرجل والمراه صح؟ تنطبق على الرجل والمراه اكيد. كنا عم نحكي نحن انه في حال حصل قتل او اذا انه يستفيد الرجل والمراه من العذر المخفف، هيدي اسباب تخفيفيه انا عند المحكمه بتقدرها حسب الوقائع المعروفه. لانه بالاسبوع الماضي بس خلصنا الفقره بصباح اليوم
في كثير اجين انه يا اخي ليش ما بتجاوبوا على هذا السؤال؟ قلنا نحن انه خلينا نشوف قاتل زينا كان شو اذا بده يتفضل ويجي على بيروت ونحكي بهذا الموضوع، لانه كان عم بشاشه على شاشه عم يحكي بموضوع بطريقه غير مباشره، هو لماح بحديثه كان عن موضوع جرائم الشرق. فانا حبيت اوضح بهذا الموضوع المثل. فيني اسالك شيء عن القضيه ولا لا؟ ما انا بحكي بس تساليني انا حاجاوب. طلع على الاربع خمس خطاط وكان يترشح بانه هو بحبها ومغرب فيها، ما بعرف اليوم بال 14 شباط كمان اذا حيا نزل شي بوستات وانه هو هالعاشق الولهان اللي بحبها المغرم المتيم ما بعرف شو، وهو كان على اساس الاحد طلع على احد الشاشات وقال بدي اجي انا على بيروت بدي اسلم حالي وانا قتلتها مش قاصد اقتلها وانا كنت عم سكتها خنقتها. لا حقول نحن بالقانون وصلنا بمراحل متقدمه، نحن بسرعه حقيقه القضاء كان كثير متجاوب ومفرزه بيروت القضائيه كان كثير متجاوب معنا، نحن عم بحكي بسرعه لانه الوقت عم يدهمنا بس عشان هيك. نحن المدعي عام التمييزي اصدر مذكره انتربول بلاغ بحث دولي عمان صافي عليه نشره حمراء، يعني هلا صار مطلوب بكل مطارات العالم بكل الحدود سواء العربيه او الدوليه. اذا عنده هلا اول قدره يشهد فيه يدافع عن حاله بس ما بقى يفيد شيء، طلع ليلمع صورته وطلع ليعمل طلع ليستفز يعني العالم يطلع يستفز اهلها. هلا الملف عند قاضي التحقيق اول ببيروت رئيس شمال ابو سمرة، نحن هلا عندنا جلسه قريبه شهود بدنا نستمع له. هلا انا تقديري انه هلا هو بمحل ملزم يجي على بيروت، مش قادر اقول له بتركيا في نظام في دوله في قانون بده يجي على بيروت، فليجي على بيروت ونشوف احنا شو حيطلع معه. بس الادله واضحه، التيكت بدي ارجع اذكره هلا اذا عم يسمع انه التيكت رقمه رحله ميدل ايست 265 اللي هي اسطنبول بيروت اسطنبول، هيدي كافيه بس انه هو كان عنده النيه السابقه لزينة. نعم هذا حبيت. نعم قبل ما اختم انا وياك بس هيك سؤال على السريع بما يخص التعنيف الاطفال، يعني بس بدي هيك افتح هلا في خط ساخن حتى لهيدا الموضوع عندك هني عندك هني عندي في اقرا لك اياهم. في عندنا ابعاد، في عندنا كثف، عندنا السايت على قوى الامن، عندنا عدل بلا حدود، عندنا الهيئه الوطنيه لهدف التعذيب ضد الاطفال وضد المرأة، موجودين كلهم هاو السيتات. انا بس بدي اسال بالقانون اذا انا بالقانون تستطيع اي زوج يعنف اولادها من قبل ابو والدهم انه تروح تجيب امر حمايه من عضل الامور المستعجله حقيقه. طيب وبيتاخذوا الاولاد بالقانون من اهل معنفين؟ ايه بيتاخذوا اكيد، بنحطوا بدور رعايه اكيد او بنحطوا بمطرح محايد. في جمعيات كثير عم تتكلم بهذا الموضوع، خاصة إذا لا أكيد إذا الأم موجودة بدهم ينحطوا بمحل. لا أنا قصدي إذا الاثنين معنفين، يعني المعنفين الأم والبي عم يضربوا أولادهم بيتاخذوا أكيد بدهم ينحطوا بأماكن خاصة محددة بالأم في إلى شروط وإلى مواصفات. أوكي. طيب نحن بخصوص قضية زينة كنجو يعني إن شاء الله هيك بنقدر نوصل لشيء يبرد قلب اهلها، عن جد يبرد قلب اهلها. الحمد لله انه ما عم يطلع على الشاشات، بطل يطلع لانه استحى انفجر من حاله، انه حاول يعمل سيناريو ما حاول يعمل نجم، هو حاول يعمل نجم هلا ان شاء الله ما ينزل شيء اليوم على المواقع عنده على صفحته لانه اليوم عيد الحب بالنسبه له. هو كان قال انه بده ينزل على لبنان وانه هو ما رح يتوقف بلبنان، يعني مثل كانه عم بيقول انه انا عندي ظهر شادد ظهر ببين، شمين بيتبنى هذا الموضوع؟ بعد لهلا ما حدا توكل عنه التوكيل القانوني كيف محامي، كيف بده يجي على بيروت انه يتوقف؟ علي بلاد بحث وتحري ولا مذكره توقيف غيابيه ولا مذكره انتربول، لشو بده يجي الا عنده حل واحد يجي من تركيا على بيروت سباحه بس، ما عنده غير هذا الحل، اذا عنده قدره يجي سباحه يتفضل يجي. ما عنده غير يفوت خلصي على لبنان، ما في عنده غير هيك. بس غير هيك لا، عم يتبجح، عم بكابر، لا بيتوقف بقوه القانون. صح. تكون واضحه. يعني انا بدي اقول لك يعطيك العافيه لانه انا بعرف هذا الموضوع قديش انت على الصعيد الشخصي هيك قاهرك من جوات قلبك عن جد. لا عم يستفزني باحد المقابلات بيقول خلي المحامي تعول اشرف الموصل يروح يشوف شو عنده حسابات بالبنك، يا اخي ما ماتت، الضرب الميت حرام، قتلها مرتين. مرة وقت اللي خنقها ومرة وقت بنفاقه وبتضليله للرأي العام، شيء معيب اللي عم يعمله بس يحترم حرمة لا إلى هيك إلى عزة وإلى كرامة هذه القصة.
ابوها وامها رح يموتوا بهذا الموضوع، كلنا بيشوفوه على احد الشاشات عم يستفزهم لهو الجماعه، خلي شرف يجي يتحاكى ببيروت. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لك، يعطيك الف عافيه. وبقيت نهار هيك رايق، نتمنى لك. شكرا كثير استاذ.